أما هذه الفتاة الصغيرة فتدعى فرح، لكنها لم تعش لحظة من الفرح والسعادة منذ بدء الحرب. فرح نزحت مع عائلتها من شمال قطاع غزة، وخلال رحلة النزوح وصفت خلال مقطع متداول ما رأته في الطريق من شهداء وجثامين متحللة ودبابات الاحتلال في كل مكان أثناء سيرهم، وتصف أيضا مشهد اقتحام جنود الاحتلال لمنزلهم تحت تهديد السلاح. لنشاهد. شوف الشهداء على الأرض مرميين، مع جاي عليهم الدبان ومغطيين. لما شفناهم حسيت بدي أوقع، صار راسي يجعني. كانت الطريق جبل وحديد وشهداء كتير كانوا. كنا بالبيت متحاصرين، فجأة دقوا اليهود علينا، فتحنا لهم. لهو فتشوا الشقق وفجروا الابواب ولا خلوا ولا بصلب على كل السقف نزل على الارض. أيوة. ما عرفناش ننزل، واليهود كل ما نمشي طريق نلاقي دبابه. ايش اسمك انت؟ فرح. فرح ايش؟ رحيم. Thank you.